اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل استوديو الحياه مع ضيوفنا ونجومنا كابتن زكريا ناصف نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا ونجم استوديو الحياه. مشرفنا كابتن النهارده. اهلا بيك كابتن سيف. ازي حضرتك؟ انا كويس الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله. كابتن اشرف قاسم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر نجم استوديو الحياه مشرفنا النهارده كابتن. الله يخليك كابتن سيف. اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. التكييف كويس لحضرتك؟ حر جدا. حران المشكله جدا ان انا ان الاقي حد حران وحد بردان يعني فيها مشاكل شويه. كابتن حازم امام الثعلب الصغير طبعا والاعلامي الكبير ونجم قناه الحياه ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وان شاء الله باذن الله يعني في انتظار عرض جديد من السبكي بعد الاعلان الجديد ده يعني ربنا يوفقه ان شاء الله. انا مستني فتح التليفون على موبايل وساعه شغل. مساء الخير كابتن سيف. ازيك كابتن حازم؟ مبارك ايه كله تمام الحمد لله. ممكن تمثل فعلا كابتن ولا مش السؤال كده على طول يعني؟ سالتك امبارح كمدير فني فقلت اوكي. لا صعب يعني خلينا في اخرنا اعلانات يعني لكن اكتر من كده صعب يعني. بس انت ما بحبش اطلع من حته مش بتاعتي يعني. فعلا مش حتتك دي؟ مش حتتي يعني. حتى لو حته في فيلم كده كابتن يعني ضيف شرف بقى ممكن. بس انت كابتن في الاعلان في موهبه. مش عايز تقفل الباب برضه كابتن حازم تضمنش الدنيا فيها ايه يا كابتن؟ بالظبط كده. كابتن زكريا يعني النهارده لقاء مهم جدا. مصر المقاصه والانتاج الحربي، تقدم الانتاج الحربي ولكن يعود مصر المقاصه من جديد برضو وتصدر المشهد. انتاج الحربي فريق كل الناس بتحكم انه فريق جاي يعني بيأدي بشكل الحياة طيب مع مجموعة لعيبة كويسة ولكن يعني عايز وقت. النهاردة درس جديد في كرة القدم لما فريق يبقى مغلوب 1-0 ويبقى مطرود منه لاعب وبعدين يرجع للمباراة بتعادل ويفوز وهو ناقص. ده درس في كرة القدم دايما بنقول اللاعب الفريق اللي بيلعب ناقص بيبقى عنده مشكلة في الملعب ان في مساحات في معدل جري اكتر وبالتالي ما بيبقاش سهل ان هو يكسب الجيم او يتعادل. انما النهاردة ايهاب جلال الحقيقة لازم نهنيه لان هو تعامل مع المباراة يمكن شفت شوية منه مش كل المباراة سمعت الباقي وانا جاي في الطريق لكن انا اعتقد ان المشكلة الاكبر هي في الانتاج الحربي لان احنا من اول موسم من اول الاستوديوهات والموسم بدا قلنا ان شوقي غريب معاه لعيبه كل لعيب لوحده له قيمه له خبرات بس ينقصه حاجتين ينقصه ان اللعيبه دي تكون فت 100% وينقصه ان هو شوقي يتعامل مع طرق اللعب اللي تتناسب مع قدرات اللعيب. النهارده شوقي التزم بثلاث مدافعين ورا رغم ان هو كان كسبان وبيلعب زياده لاعب ما قدرش ان هو يحافظ على ده بادارته للقاء وبالتالي شوقي اكيد هيتفرج على الماتش ويشوف القصور كان في ايه كان في طريقه اللعب في التكليفات اللي مديها اللعيبه او في تخاذل بعض اللعيبه اللي هي المفروض انها اسماء كلها يعني كل لعيب من اول حراسه المرمى لغايه رؤوس الحربه حتى الاحتياطيين اللي بينزلوا كلهم لعيبه عندها قدرات وخبرات لكن اللي بينقصه شوقي اعتقد حته مهمه قوي ان اللعيبه دي اللي جايه كلها كانت بتلعب في انديه كبيره وكانت بتحقق بطولات وكان دايما عنده طموح في الموسم اللي بيلعبه مع النادي سواء اهلي او زمالك انما لما بينزل لانتاج حربي لسه طالع من درجه ثانيه اعتقد مفيش طموح غير البقاء ولو انت مش قادر على البقاء هتبقى مهدد وبالتالي في تهديد يعني الانتاج الحربي في وضع لا مش كويس ما يتناسبش لا مع خبرات شوقي غريب والجهاز الفني كله او مع امكانيات اللعيبه اللي موجوده. كابتن اشرف يعني هاخد من كلام كابتن زكريا برضو ان 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 فريق الانتاج فيه اسامي كبيره جدا وكل اسم لوحده فريق مش عايز اقول فريق يعني كل اسم لوحده تاريخ واسم كبير محتاج الوقت ان هو يعود الكره بقت بالعطاء بنشوف يعني النهارده في السبرنت الحقيقه اللي هو فيه ضرب الجزاء يعني ابتدى نحس ان جده مثلا كمثال هيرجع تاني النهارده فتح الله بيعود برضو من جديد. هل النهارده فعلا الوقت يقدر هيساعد الكابتن شوقي ولا الامور هتكون صعبه؟ لا هو كده الامور بتتصعب عليهم يعني بيبقى عليهم عامل الضغط النفسي عليهم ده بيبقى صعب جدا وخصوصا زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان هم اسماء ولاعبين ليهم اسماء كبيره وليهم كان تواجد في انديه كبيره وكان تواجدهم مؤثر مع الانديه اللي كانوا فيها لكن الامور دلوقتي مختلفه يعني انا مع الكابتن زكريا ان دلوقتي بقى هم هيبقوا موجودين تحت ضغط
ان هم داخلين في مرحله صعبه جدا الفتره اللي جايه، يعني عايزين يقولوا ان هم موجودين بس ممكن يكون هو في باد لك بيقابلهم بشكل كبير جدا. النهارده انا مش شخصيا ما شفتش الماتش، لكن انا بتكلم بشكل عام ان انت لما تكون زياده لاعب على الفريق المنافس وانت كسبان كمان، وبعدين يقدر الفريق اللي ناقص عدد ولاعب مهم جدا في مركزه كلاعب مدافع وتخسر المباراه، يبقى اكيد في مشكله كبيره عندك في الفريق اكيد يعني. فانت لازم بقدر الامكان يبقى في سرعه في حل المشاكل اللي موجوده عندك، لان انت انا شايف من خلال الجدول الترتيب هو طبعا دلوقتي في مركز بعيد، مركز العاشر، هو يعني اتفاز مرتين وتعادل مباراه وخسر اربع مباريات. بس لو حضرتك هتتكلم كجدول يعني مش هتتكلم كفريق انتاج، لو هنتكلم كترتيب جدول الجدول ترتيب وحش قوي. يعني ايه يعني جدول؟ الجدول نفسه مش مقياس الدوري يعني. مش مقياس لان لا مش بس خدع يا كابتن، مش قصدي كده، قصدي حضرتك لما تيجي عدد المباريات لكل فريق يعني. يعني هقول لحضرتك نظريه بسيطه، مثلا لما تيجي حضرتك تمسك 10 فرق من الدوري من العاشر لل 18 8 فرق مفيش فيهم فريق كسب مباراتين. بالظبط عندك حق. فمهما بتخسر يعني مهما تقول الانتاج ما بيأديش بشكل طيب، هو في المركز العاشر. اللي حضرتك بتقوله ده ممكن يكون خادع لو ما يجي هو حتى اللاعبين في الانتاج لو جه يبص على الجدول يقول لك ايه طب ما لسه احنا في ورانا ناس كتير احنا ممكن نلحق نفسنا. الكلام اللي بيتقال على الورق غير الواقع اللي في ارض الملعب طبعا. بس الورق يا كابتن يساعدك يعني الجدول ده يخليك دايما عندك فرصه وعندك وقت تصلح من نفسك. أنا يعني النهارده 3 بونت للكابتن شاوي غريب، هيبقى 10 بونت هيودوه مع الاتحاد في المركز السادس. انا معاك، بس هل تحقق ده ولا ما تحققش؟ هي المشكله اللي هتقابلهم النهارده ان ازاي ان انت تخسر المباراه وانت زياده عدد، انت زائد عدد. على ما اعتقد برضو اللي انا سمعت ان هم في ضرب جزاء وضاعت، يعني دي مشكله كبيره لازم للفريق كمان المقصه يعني كمان ممكن العدد كان يزيد. فانت دلوقتي اللي حضرتك بتقوله على الجدول، انا بتكلم على الجدول لان انا لما بقول في المركز العاشر يعني انا النهارده لو كنت كسبت المباراه زي ما حضرتك بتقول كنت هتبقى في المركز السادس كمان او السابع. يعني هتطلعك 3 مراكز، ده حاجه يعني مهمه جدا ان يدي معنويا للاعيبته في المباريات اللي بعد كده راحه نفسيه. لكن تخيل انت دلوقتي في الوضع ده وهتخش كل مباراه انت مطالب ان انت تكسب يعني، فبقى في ضغط كبير جدا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني كمان. يعني كابتن شوقي غريب هيبقى تحت ضغط ان هو لازم هيوصل لعيبته ان الثلاث نقاط بتاعه كل مباراه هي اهم 3 نقاط في الدوري كله، وده حقيقي. وارجع برضو نفس الكلام اللي كنا بنقوله مع بعض من اول مباراه في الموسم، اللي مش هيقدر يحصل او يحصد عدد كبير من النقاط في الدور الاول هيتعب جدا في الدور الثاني. كابتن حازم، شايف ان دي ظاهره ايجابيه ولا سلبيه وضع الدوري، وان 3 بونت ممكن يفرقوا معاك بشكل كبير جدا، ان 8 فرق في الدوري نتائجهم او يعني او 8 فرق يعني نتائجهم مش على المستوى المطلوب، هل دي ظاهره كويسه؟ خصوصا ان دلوقتي نص جدول الدوري او المقدمه اول 8 فرق مختلفين تماما عن اخر 8 فرق، وكل ما هتمشي الاسابيع بالوضع ده الفروقات هتبقى بشكل كبير. لا هو كلنا طبعا ما النقط بتزيد من تحت وفوق بيبقى معناه ان الدوري مش كويس او ان الفرق بعيده قوي مستواها عن بعض، فاكيد لما يبقى في نص فوق لوحده ونص تحت لوحده ده بيبقى مش يعني معناه ان الفرق بعيده جدا عن المستوى بتاع الفرق كلها. وده يمكن ابتدى يبان دلوقتي، يعني انت لما تيجي تبص انت في الاسبوع السابع فرق 15 نقطه وفرق نقطتين 13 نقطه وانت لعبت 7 اسابيع بس، ده كتير جدا يعني. انت ما لحقتش تلعب مثلا عدد كبير من الماتشات، ما عدتش ال 10 ماتشات هيبقى الفرق كتير كده، فده معناه ان في فرق بعيده قوي عن فرق تانية خالص. وعلى لسه زمالك والاهلي كمان ما اشتغلوش ولا الاسماعيلي، يعني برضه هتلاقيهم سحبوا الفرق لو بيلعبوا مثلا في السبع ماتشات دول ممكن يجيبوا يلمسوا 20 نقطه وحاجه 20 نقطه ويبقى في فرقه عملت نقطتين، ودي كارثه يعني بعيده قوي او بدايه غير موفقه للفرق كلها لسه بنبتدي الدوري يعني. فطبعا ده مش مؤشر مش كويس. على ماتش النهارده اتكلم عن ماتش المقصه والانتاج الحربي. يعني النهارده الماتش لو نحلل الماتش نفسه الانتاج الحربي اعتقد استسهل الموضوع بعد الطرد في الدقيقه 31 للمقصه بينالتي وبيجيب جون متفوق 1-0 10 لعيبه الفريق اللي قدامك من نص الشوط الاول اللعيبه بقى كده بقى ريتم نزل لبقيه الانتاج الحربي كان المساحه يعني ما راح جات لهم كذا فرصه مسكوا الملعب كويس لكن مش اكريت على الجون مش مركزين على الجون المساحات ورا كتيره جدا ليه ما اعرفش ان انت كاسب يعني انت بتيجي تبص على الجونين اللي جم في الانتاج الحربي اولا من نفس المنطقه ناحيه الباك اليمين والتغطيه اللي وراه فاضيه خالص الراجل بيعدي من واحد في سبيس كبيره جدا ما اعرفش ليه ما اعرفش فين الناس المدافعين يعني واحده فتح الله بيقابل ما فيش حد وراه
او اللي جاي متباع اساسا. بص هنا المساحه بين الباك اليمين ونص الملعب او في قلب الملعب عاملين ازاي. الجون التاني من نفس المكان تقريبا برضو. ما اعرفش تحس دخله اللعيبه او التركيز بعد ما بقاش 100%، ما بقاش ان انا يعني ما اعرفش احساس انا كلاعب كوره ان هم حسوا الماتش بتاعهم ان انا مش لازم اضغط قوي، ان انا مش لازم اموت نفسي قوي، ان انا مش لازم اغطي قوي مع زميل، هو هياخدها، هو كفيل ان ياخدها. في حاجات صغيره كده يعني. بص هنا ده هو ده، معلش ارجعها لي كده بعد اذنك يا محمد. هنا الكره دي خلينا برضو حاجات صغيره نعلمها للناس، يعني نقول حاجات. ما ينفعش باكر يا سيف يدخل اللعيب جوه الملعب. بص هنا مجدي ده ماشي الكره سنه، احمد مجدي بص فاتح له جوه الملعب وقافل له بره. بس 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 ما اعرفش يا كابتن اشرف انت اكتر مني يعني، لكن انت مدخله جوه الملعب، الملعب هو اللي جوه خطورته. انت المفروض تقفل من جوه وتخليه يطلع لبره، ودايما احنا بنقول طبيعي وجه يعني. وجه اللعيب لبره الملعب. بص احمد مجدي واقف ازاي، صحيح هو ده مش مكانه طبعا، هو بيلعب باك ولعب النهارده باك يمين شويه، بس قصدي في حاجات كده باللوجيكا. سيف هنا ده هو فاتح له جوه الملعب، فالراجل عمل ايه؟ راح داخل جوه الملعب، ما هي فاضيه. طبيعي ان انا الوقفه بتاعت احمد دي تبقى العكس، هو عايزه يعمل كده فعلا. ما عمل كده، ما هو دخله جوه الملعب خلاص، راح جاب جون. طب ايه النظريه؟ حاجات صغيره جدا، بس بص وقفه لعيب تروح تخلي واحد يجيب جون. ف يعني حاجات اعتقد مفيش مهاجم يا كابتن يبيع نفسه كده برضه. ماشي يا سيف، انا بتكلم هي بقى اخطاء برجله كده، اخطاء مترتبه يعني على بعض يا سيف. اي يعني اي لما اي مدافع لازم يلعب على الكوره. بص هنا برضه الباك اللي داخل بعد فتح الله، بص مش ممكن يكون ده اخر واحد في الملعب يخش الدخله دي. هتلاقي رايح ايزي جدا، يعني كابتن اشرف كان بيلعب الحته دي، رايح ايزي جدا، هو لاحق المكان فبسرعه بيروح. فطبعا اول ما عمل كده خلاص طلع بره اللعبه تماما، ما ينفعش اخر ملعب حد بنقولها بلغه الكوره باع هو باع نفسه، هو متباع، ما هو رايح متباع يا كابتن. بص يعني هي حاجات صغيره قوي يعني، كبشاوي لازم يتكلم في الديتيلز دي، لان الديتيلز دي هي اللي بتخليك تخش فيك جوان. كلام فاضي كله على فكره، مش حاجات صعبه، ده وقفه وقفه تخلي الكره تطلع تلعب كورنر. مش موضوع المدرب يقول على بس تلعب الازمه، انت بتلعب في اساسيات كره قدم يعني. هنا الازمه انت مثلا الكره بتاعت الوقفه على اسماء يا حازم، بنتكلم على اسماء مهمه في مع شوقي غريب. يعني مش معقوله فتح الله وبيلعب ليبرو حتى، يعني النهارده ما بيلعبوش اثنين، كانوا بيلعبوا ثلاثه، وفضل شوقي مصر انه يلعب ثلاثه. عشان كده الجاب كان كبير قوي، المساحات اللي حازم بيتكلم عليها. بس حازم بيتكلم في حاجه مهمه جدا اللي هي الاساسيات بتاعه المدافع والمهاجم. مش معقوله يعني مع نجوم بخبرات واسماء. طب انا هقول لك حاجه، لو هو كان واقف ورا المفروض ان هو بيوجه الكرة. كمان المفروض يشوف الكوره. امير ما شافش الكوره في الجون الاول على فكره. يعني واضح ان الجون الاول امير ما شافش الكوره ان هي من تحتيه. هو شافها لما هي ما بين رجل المدافع، لان هو دخل فتح برجل كده، هو مش شايف الكوره. لكن انا بتكلم مثلا في الجون الاول يا سيف، هو لو قفل دي صح هيبقى ايه الكوره دي اخرها؟ هيطلع يعمل كروس خلاص، يعني كروس دي يعني 90% 50-50 بس يعني تبقى الهجمه راحت يعني. فقصدي واضح ان كابتن شوقي لازم ياخد باله من الديتيلز الصغيره، ما يسيبش المواضيع بقى ان احنا فرقه كبيره زي ما كابتن زكريا بيقول والحاجات دي لوجيك للعيبه. لا مش لوجيك للعيبه، الحاجات دي اخطاء ساذجه جدا. لازم اخد الخط خط، اخد ديفنس بيقف ازاي، نص ملعب. لان بصراحه النهارده الماتش ده ثلاث نقط راحوا من الانتاج الحربي بشكل كبير، وبرافو على الفرقه المقاصه ان عندها اصرار انها توصل للجون. وجون عمرو بركات، انا بحب دايما عمرو بركات، دايما كان كويس صراحه، ولد هايل. ده الجون الاول، وبرده ده برده جامد جدا برده محمود وحيد كابتن، هو بيعدي ورايح وحاططها في الضيقه. الراجل عنده اصرار انه يكمل الهجمه كويس، لكن عمرو بركات ان هو اشول ومعدي ومرقص وبص وعدى من فرقته خلاص، نزل عمل تاكلنج اللي وراه خده على الضيقه وحطها باليمين في البعيده العكس عالمي يعني. جون حلو دايما عمرو بركات على فكره، جون حلو لما بينزل دايما بيكون اضافه بصراحه كويسه جدا. فبرافو على المقاصه ان هو ما يقسش، لعب 10 لعيبه تقريبا 70% من المباراه، حافظ على نفسه. اي نعم كان ممكن انتاج يزود، لكن قدر يحافظ على 1-0 وجاب الجونين بشكل كويس. دايما بتكلم ان ايهاب جلال، ان خالد جلال، ايهاب جلال بصراحه مدرب يعني قوي جدا، ومن احسن المدربين حاليا في مصر. من الموسم الماضي اداؤه والسنه دي بيأكد على انه واحد من احسن المدربين في مصر. موظف لعيبته كويس جدا جدا، بيشتغل على امكانياتهم بشكل كويس، شخص مدرب شخصيته قويه. هي مهم جدا يا كابتن سيف ان انت تبقى عارف امكانيات اللعيبه اللي معاك وتلعب على قد الامكانيات طبعًا. يعني مع احترامي طبعا الكامل لاي فريق، مش هتكلم على فريق الانتاج، لكن المجموعه اللعيبه اللي معاك هل هم عندهم القدرات ان هم ينفذوا فكرك في الملعب ولا لا؟ طب لو هم ما عندهمش لازم انا اروح لهم هم، اشوف هم عندهم القدرات اللي عندهم ايه واقدر اخليهم ينفذوها. الفرقه دي يا كابتن هتاخد وقت عشان ترجع تاني؟ معنويا كمان. طب برضو سؤال كابتن زكريا، برضو الكره المصريه سماتها البطء، والحقيقه انا اتفرجت على ماتش الاهلي امبارح والصفاقسي، ويعني انا شايف الحقيقه الاهلي عمل معسكر محترم جدا، معسكر منظم جدا، انا شفته كانت حاجه على مستوى عالي جدا،
ولكن كان عندي تعليق على الماتش ده. الأهلي بيؤدي ببطء غير طبيعي. في المباراة الأولى قلت ممكن ده ماتش مثلا فرقة مش على المستوى المطلوب فالأمور مختلفة. امبارح برضو الأهلي بيلعب ببطء كبير. البطء ده حاجتين، يا اما المدير الفني بيطلب رتم كده وما اعتقدش، لان مش المدير الفني مش هيطلب الرتم ده 90 دقيقه او يعني مده طويله، دي ممكن تبقى فتره معينه في الجيم بتطلبها علشان حاجه معينه. انت عايز جمهور كبير مثلا بتاع المنافس، عايز تهدي شويه، عايز تكسب الجيم شويه يبقى في صالحك، فبتحاول تاخد الرتم في صالحك. انما الريتم البطيء ده سمه من سمات الكره المصريه معروف، ومش من قريب، لا من فترات بس طويله. بس الاهلي والزمالك مختلفين. انما لا، هي بتفرق بقى المباريات مدى قيمه المباراه واهميتها وحساسيتها ومين المنافس. لان المنافس لما بيبقى قصادك بيلعب كوره بنفس الريتم او بنفس الطموح والاصرار والنتيجه ليها قيمه، لا الجيم بيبقى حلو، بيبقى سريع وممكن ياخد 90 دقيقه كده. انما لما بتيجي تلعب مباراه وديه في تدريب الصبح، زي ما عرفنا ان بيسيرو كان بيعمل تمرين الصبح خفيف وبعدين يلعب اللعيبه بعد الظهر، اوكي ده ممكن يكون توجه بالنسبه للحمل التدريبي على اساس انه معسكر ومحتاج تشوف فيه حاجات كتير. بس ما تنساش ان ما تقدرش تغير رتم اللعيبه غير ب ب ب اولا بتدريب، لان انت لو مش هتدرب اللعيبه على الريتم ده زي ما بنشوف، هو برشلونه الريتم بتاعه مش اتولدوا كده، لا ده اتطلب منهم كده واتمرنوا عليه، فبدا يبقى هو ده الاستراتيجي بتاعت برشلونه ايام جوارديولا. فبالتالي انت لازم عشان تطلب تغيير الريتم سواء بتسرعه او بتبطئه ده بيبقى بالتدريب. طب حضرتك قريت ايه عن بسيرو؟ يعني بس هو كابتن سيف، معلش عايز اعلق على موضوع بكره امبارح الاهلي بطيء. هو كابتن زكريا اللي انا عارفه من الاهلي انه الراجل دايس حمل قوي جدا وبيمرن الصبح وبعد الظهر، محمل عليه محمل جامد، فده طبعا بعد تلعب ماتش زي ده قوي اكيد هيكون لازم فيه بطء. فبالتالي يعني ما تقدرش تحسب او تقول ان هو يلعبه ازاي الاهلي كده بطيء، لان ده اقصى حمل مديله. اقدر احسب الراجل قوي بعد كده، هو بيدي الاقصى حمل على فكره عشان بعد كده لما يجي يلعب ماتشات يكون الحمل بالنسبه لهم عادي. اقدر من المعسكر ده اقدر احسب، بس طبعًا الخطوره ما يوصلش لاصابات، لان في ناس بس كده هيز الحمل خلاص. ما هو ده 8 ايام وابتدى من اول. قصدي هو وصل لاقصى حمل امبارح، هو بيدي تمرين بدني قوي جدا اللي انا سامعه، يعني بيدي تمرين بدني قوي جدا يوم الماتش تمرين الصبح. فرحت انا جدا فانك تلعب ماتش صفاقسي وانت بتتمرن جامد كده، ده كويس جدا. فرحت جدا بمعسكر النادي الاهلي الحقيقه، يعني احمد سلام عمل معسكر محترم وحاجه الحقيقه النادي الاهلي كانت واجهه مشرفه. يعني الاسماعيلي كمان عمل معسكر كويس قوي، بس هو عشان ما شفناهوش. لا يعني احنا يكفي ان احنا نعرف انه معسكر وماتشات وديه قويه. اول مره كنت قلت حاجه مهمه جدا برضو، لاول مره اشوف الاسماعيلي منظم في الحته دي، يعني محضر المعسكر بتاعه من شهر. ميدو شغال كويس جدا وسيد شغال كويس جدا، بس ميدو برضو ان هو محضر نفسه ان عندنا توقف كده فنظبط نفسنا كده نقعد الشهر ده فين. هو مرتب بيشتغل بره العالم كويس، اول مره احس الاسماعيلي مرتب واخد التوقف، لعب مع الافريقي، لعب مع الترجي، فرقتين جامدين جدا اسيف. يعني عامل معسكر ولعب مع بعد كده مع فرقه بنزرت تقريبا، فعامل معسكر كويس بس جدا. بس يلام برضو على مسؤولي النادي الاسماعيلي، يعني كان محمد شيحه كاتب على بوست كده على فيسبوك، قال يعني الاهلي بيلعب ماتش ودي مع فريق احنا مش عارفين، بيتذاع برضو عامل له كامبينا، والاسماعيلي لازم برضو يبتدي يبصوا لتسويق الحاجات دي. الجمهور النادي الاسماعيلي لمصر واجهه، الحاجات دي برضو بتفرق في سعر النادي الاسماعيلي بعد كده ما بيعمل حاجات كده. بيبقى في متابعه من الجماهير طبعا متابعه جيده جدا، يعني اكيد معسكر الاهلي او معسكر الزمالك الجاي حضرتك هتلاقي عليه اقبال مختلف، هتلاقي عليه اسعار مختلفه، نجح ان هم يعملوا معسكر بشكل محترم. الحاجات دي بتبقى في السي في قوي، يعني اي حاجه ناجحه بتجيب بعديها حاجه ناجحه. الناس لازم تبص للحته دي شويه. فاصل سريع ونرجع تاني مع نجومنا داخل الاستوديو الحقيقة.